مدينة سندان الصناعية تعتبر أول مدينة صناعية للصناعات الخفيفة يديرها القطاع الخاص في سلطنة عمان، وهي تعتبر السوق الأول والأكبر في عالم السيارات، حيث تحتضن المدينة أكثر من 50 معرض للسيارات، كذلك كثير من الورش المتعلقة بعالم السيارات، صيانة وإصلاح المركبات وغيرها من الأشياء المتعلقة في هذا الجانب. طبعا مدينة سندان دائما تستضيف الكثير من الفعاليات والمناشطة المتعلقة برياضة السيارات والفعاليات الشبابية في هذا الجانب. اليوم نشوف رالي عمان الدولي، أيضا أحد محطاته مدينة سندان هي محطة الصيانة وإصلاح وإعداد مركبات المتسابقين. كذلك توجد في المدينة حلبة أو مساحة خاصة لرياضة الدفع الرباعي 4x4. كذلك أقمنا الكثير من الفعاليات، منها عرض سيارات كلاسيكية، سيارات رياضية وغيرها من الرياضات المتعلقة برياضة السيارات. كذلك طبعا رؤية مدينة سندان أن تكون مركز الاستيراد والتصدير السيارات على مستوى العالم بحكم موقع السلطنة الاستراتيجي، ولله الحمد هناك كثير من التسهيلات وحزم التسهيلات التي يقدمها للشباب العماني من أجل الاستثمار وإقامة المشاريع في مدينة سندان الصناعية. طبعا احنا اخترنا مدينة سندان الصناعية لإقامة مشروعنا هذا، احنا اول مشروع ثابت تم افتتاحه في مدينة سندان الصناعية، وذلك سبب التسهيلات اللي تقدمها المدينة من حيث سهولة الإيجارات. المدينة عصرية تتناسب وتتواكب مع خطة تطوير المشروع. الحمد لله رب العالمين، اولا مبدئيا بدأنا مشروع معرض بيع المركبات فقط، كانت وحدة والحمد ولله الحمد حاليا عندنا 11 وحدة في المدينة.